اللي يريد يلمس بإيده ضعف الدولة العراقية وهشاشتها الرهيبة، خلي يشوف هالقصة اللي ما لها مثيل. ترامب يمنع مواطني 7 دول من بينها العراق من الحصول على تأشيرة الدخول الأمريكا، وسفارة الولايات المتحدة ببغداد تصدر توضيح تأكد به القرار. بهالأثناء يمنع عدد من العراقيين من السفر الأمريكا، تخيلوا واحد منهم عضو مجلس عموم بريطاني من أصول عراقية، وعدد آخرين حجز بمطارات بعض الولايات. كل هذا مو غريب، تصير بأحسن الظروف، بس الغريب أنه العالم كله ينقلب على ترامب بما فيهم أقرب حلفاء من كندا لأستراليا لفرنسا لبريطانيا. إيران مثلا تعلق وتقرر المعاملة بالمثل وتستدعي السفير السويسري اللي يرعى المصالح الأمريكية وتسلم رسالة احتجاج شديدة اللهجة. يوم عودين حتى السودان تندد كونها مشمولة بالحظر، إلا الحكومة العراقية، إلا وزارة الخارجية العراقية، إلا مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. العالم كله طلع حس إلا جماعتنا ضار بيها سكتة، بحيث فضحونا فضيحة وأظهرونا أمام العالم وكأنه العراق بلد هش وما عنده أي كرامة وما يهتم بصورته. ولا اهتزت شواربه من رئيس جديد اتهم مواطني رسميا بأنهم إرهابيين، كون الحظر جايب دوافع أمنية. صحيح زعيم التيار الصدري علق وبعض النواب صرحوا، بس رسميا لحد الآن الساعة 6 من يوم الأحد وإحنا جاي نقرأ التقرير، والحد هسه كل شي ماكو، صاموت لاموت. زين ها شنو معناها بالضبط؟ يعني العراق لهالدرجة هان على نفسه وخاف يزعل عمه ترامب ولو بتصريح صغيرون بقد النمنمة؟ عوفكم من هاي. زين مو المفروض احنا وامريكا حلفاء ودماءنا اختلطت بمحاربة الارهاب؟ هي هاي تاليها. وترامب بعده مصر على رأيه انه العراق جامعة هارفارد اللي تخرج الارهابيين، تابعت عليه من جايبهم يمنا اذا هم ما عندهم ثقة بينا؟ خوب كل من يروح الحال سبيله وننهي هاي العلاقة الغريبة العجيبة. يجون يحتلوك وينسحبون منك وانت بنقرة حرب اهلية، انه بيرجعون يساعدوك يعتبروك حليف، بعدين يفاجئوك بنظرتهم الك كونك ارهابي وخطر عليهم. كارثة ليس لها الا ابو الطيب المتنبي اللي قال وكأنه يصف عراق هالايام: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت ايلامه.